معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل وزير الصناعة والكهرباء سابقا، حياك الله معنا في برنامج وينك. حياك الله يا أخي محمد، سعيد بتواجدك. مشاهدينك كلهم الله يسلمك، سعيد بتواجدك معنا اليوم في برنامج وينك معالي الوزير، ونوجه لك أول أسئلتنا، وينك؟ والله موجود يا محمد، موجود الحين أنا وياك موجودين في الاستراحة. صحيح. موجود أنا بالرياض، وخاصة الأيام الجو حلو، فيعني وأنا الحقيقة يعني أتشرف بوجودكم معنا هنا في حنا اللي نتشرف معالي الوزير. الله يسلمك. وتسمح لي نرجع لعنيزة، نروح لعنيزة. أي نعم. جدكم حمد الزامل الله يرحمه. أي نعم الله يرحمه. كان شخصية اجتماعية وشخصية دينية معروفة في عنيزة. أي نعم. وأيضا والدكم، لو تحدثني عن. أي نعم. الحقيقة مثل ما تعرف في أوائل القرن كانت فرص العمل محدودة بالقصيم في نجد يعني، فكان يعني شباب يطلعوا لمحلات أخرى، سواء كان بالمنطقة الغربية ولا الشرقية أو بعض الدول المجاورة. الوالد الله يرحمه لما كان عمره 16 سنة مع بعض زملائه اتجهوا للمنطقة الشرقية وللبحرين، راحوا في البداية للجبيل وجلسوا فترة في الجبيل، وبعدين الحسا، ومن الحسا راحوا عن طريق ميناء العقير ذاك الوقت العقير إلى البحرين. بالحسا كان هناك عمامه العم إبراهيم زام سليم والعم سليم زام موجودين، وبعدين أيضا كان عندهم محل في البحرين. فلما انتقل للبحرين انتقل هناك عند عمامه وبدأ بالعمل. طلع معه يمكن 40 ريال أخذها من أخته. هذا أي كان معه قصتها يعني الظاهر حصته من الورث والعاج 40 ريال فرنسي. 40 ريال أعطته أخته. أخته بعنيزة أخذ، كانت معه. وذاك الوقت الظاهر يعني تسوى، لكن يعني ما كان مبلغ، ما كان المبلغ الكبير. ما يعني كان مبلغ كبير. كيف كانت ظروف العائلة في ذاك الوقت يعني؟ كانت ظروف معيشة صعبة يعني. كانت ظروف معيشة صعبة، وكان يعني كثير من العوائل دورت فرص عمل، سواء كان في العراق أو في الشام أو في بعضهم في الكويت في البحرين، وبعضهم راح الكويت. ففي عوائل من نجد ومن القصيم ومن الحسا وغيره انتقلوا للبحرين، مثل عائلة الزامل، عائلة القصيبي، البسام، القاضي، ذكير. فكانوا في عوائل موجودين كانوا يشتغلوا بالتجارة، إنه البحرين ذاك الوقت كانت تحت الحماية البريطانية، فكانت بريطانيا بالهند، فكانت يعني تجارة بين الهند والبحرين والبصرة نشطة. هذا قبل البترول، قبل في أوائل القرن الماضي. فكان في الحقيقة جالية سعودية نشطة في البحرين، فالوالد لما راح هناك تشارك مع أحد ابن عمه العم حمد الروق، أسسوا لهم يعني زي ما تقول محل تجاري، بقالة مع مواد غذائية، وتشاركوا حوالي 10 سنين. بعدين لما توفى العم حمد الروق تقرر، اتفقوا مع ابنائه أنه يعني كل واحد يصير له لحاله دكان لحاله. فالوالد أنشأ محله لمواد غذائية، وأيضا كان يجيب بعض الملابس من الشام من سوريا، وبعدين قام يجيب بعض المواد من الهند. فعمل في التجارة الحقيقة فترة، وبعدين دخل في موضوع العقار، وهذا الحقيقة يعني كان تغير بالنسبة له. دخل في عملية يعني ما كانت معروفة، كان في وسط المنامة اللي هي عاصمة البحرين مباني قديمة للبلدية أو لأموال القاصرين، فكان يعرض عليهم أنه أنا ممكن إذا كان مثلا العمارة هذه دخلها 10,000 ريال بالسنة، أنا ممكن أدفع لكم 20,000 أهدها وأبنيها من جديد. طبعا لما يبنيها حيبنيها من دورين بدل ما كانت دور واحد، يطورها يعني، يطورها ويكون دخلها أكثر، وبعد 20 سنة ترجع العمارة للبلدية يعني أو لأموال القاصرين ترجع لهم. فهذا الحقيقة يعني خلاه يعني من غير رأس مال كبير يشتغل وفي العقار، إلى أن بعدين صار هو بنفسه يشتري أراضي. فاشتغل الحقيقة بالعقار، وإحنا ذاك الوقت طبعا
كنا في البحرين. أنت ولادتك في البحرين؟ أنا ولدت في البحرين. والله ما أتذكر هل ولدت في البيت ولا في مستشفى الإرسالية الأمريكية، لكن أعتقد أني ولدت في البيت، لأنه حاولت أدور شهادة من مستشفى الإرسالية ما لقوها، فذاك الوقت يعني الولادة في البيت يعني عادية. فولدت في البحرين ودرست الابتدائي والثانوي والمتوسط في البحرين. درست معك الدكتور غازي قصيبي الله يرحمه في المرحلة الثانوية؟ غازي قصيبي أكبر مني. يمكن غازي مستمر في جميع مراحل حياتك يعني. نعم. نجي على يمكن. نعم. حتى الدراسة. غازي الله يرحمه كان أكبر مني بأربع سنين، وكان هو في لما كان في المدرسة الثانوية كنت أنا في الصف الأول، كان هو في الصف الأخير في الرابع. يعني فمعرفتي فيه كانت معرفة يعني بحكم العائلة. العم عبد الرحمن القصيبي الله يرحمه كان هو ممثل الملك عبد العزيز في البحرين، ودائما طبعا في نتقابل العوائل مع بعض. وغازي معرفتي فيه كانت عادية بحكم يعني فرق السن في البحرين، كان أقرب لمحمد الأخوي الكبير أقرب منه له، فكنت يعني أعرفه معرفة عادية. صداقتي مع غازي توضت أكثر لما الحقيقة تقابلنا في أمريكا، لما كنت أنا أدرس البكالوريوس وهو يدرس الماجستير بعد ما جاء من القاهرة وجاء من الرياض. فبدأت العلاقة مع غازي الله يرحمه توضت ذاك الوقت في لوس أنجلس في أمريكا. لكن دراستك الجامعية جميل، حنجي يمكن على غازي، مواقف كثيرة بينك وبين غازي. درست أنت في مصر لكن لم تستمر؟ لا الحقيقة يعني رحت لمصر، كنت أريد أدخل الطب، ذا كان طموحي أنه يصير طبيب. كنت أنا والدكتور عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن كان يبغى يدرس الحقوق. عبد الرحمن أخوك؟ عبد الرحمن زامل أخوي. فعبد الرحمن قدم وقبل في الحقوق، وأنا قدمت. طبعا كان القبال أو الطلب على جامعة الطب، كلية الطب في جامعة القاهرة مرة كبير، يعني كان يحبون 200 طالب واللي قدم 100,000. فطبعا أنا علاماتي ما كانت ذاك المستوى، فلذلك ما تيسر أنه أقبل. فقبلت في كلية التجارة، فبدأت في كلية التجارة شهر شهرين. الحقيقة شفت الوضع شوي يعني عدد الطلبة في الفصل وفي هذا يعني كبير، ولا حسيت أني حستفيد منها. فعاد فكرت أني أغير اتجاهي، لأنه كانوا بعض الزملاء اللي كانوا معانا في البحرين وفي الثانيين اتجهوا لبريطانيا، ففكرت أنه أروح هناك يعني وأتابع دراسة الجامعية. الوالد الله يرحمه جزاه الله خير ما قصر ووافق أنه أروح، وبالفعل بعد ما مكثت في القاهرة 3 شهور توجهت لبريطانيا، وهناك عاد درست تحضير الجامعة ودرست اللغة الإنجليزية، ومضيت الحقيقة فترة جدا مهمة بريطانيا مكنتني من اللغة ومن العلوم. في ذيك الفترة الحقيقة بدأت البعثات السعودية لأمريكا، يعني السعودية كانت نشطة في البعثات لأمريكا، وكانت راحت أول دفعات. ابن عمي أحمد الزامل كان هناك نصحني أنه أقدم، وقدمت البعثة وقبلت، واتجهت من بريطانيا لأمريكا. وأمريكا هناك عاد قررت أني أنسى طموحي بالنسبة للطب واتجه الهندسة، وبالفعل قدمت الهندسة وبدأت أدخل في فرع جديد اللي هو الهندسة الصناعية، ودرست البكالوريوس والماجستير في أمريكا في جامعة جنوب كاليفورنيا. إيش منحتك أبو أسامة تجربة أمريكا؟ خصوصا يمكن أنت ذكرت في أحد الكتب اللي كتبتها أنه كانت ظروفك المادية شوي كنتوا تطلبون من الوالد بعض الأحيان يرسل لكم، وكان يرفض يمكن أحيانا يقول أنتم هذا لما يقول أنت تقول استثمار هذا. هذا الحقيقة طبعا الوالد الله يرحمه توفى وأنا كنت في بريطانيا الله يرحمه. فطبعا محمد أخوي كان الوالد طلب يعني شجعنا كلنا أن نروح ندرس في الخارج، ما عدا محمد أخوي الكبير طلب منه أنه يستمر معه عشان هو يكون مسؤول عن الشركة. لما توفى الوالد بعد ما كان رايح في ألمانيا معه يسوي عملية، بعدين محمد أخوي تولى الشركة فصار هو المسؤول.
في أمريكا كنا راتب البعثة كان 222 دولار يعني شهريا، فكنت أنا وإخواني يعني نتشارك في شقة واحدة ونتقاسم ثلث للإيجار وثلث للأكل. طبعا ما تكفي للسيارة عشان واحد يبغى سيارة وهذا، فعاد نكتب الأخ محمد، والأخ محمد مو دائما حريص إنه يفتح المكاتب، يعرف إنه طلب فلوس، لكن الحقيقة ساعدنا وبالفعل قدرنا نشتري سيارة ونستمر. كنا إذا احتاجنا شيء يعني فترة نطلب ونحصل عليه، لكن والله ذاك الوقت يعني كانت يعني اللي يجي من البعثة كانت تكفي، لأنه غير ال 220 كان رسوم دراسية مدفوعة، تأمين الطبي مدفوع، فيعني كانت تكفي بالنسبة للطالب العادي، خاصة إذا كان تشارك مع أخوانه ولا زملائه في الشقة وفي مصاريف الشقة. أمريكا الحقيقة يعني تفتح لك مجالات ثانية وتعودك على الحياة هذه. في أمريكا طبعا تقابلنا كثير من الشباب السعودي، كان نشط وكان يجون، بعضهم يدرس البكالوريوس وبعضهم الماجستير، وكثير من الإخوان يعني قابلناهم في الجامعة معانا. أنا أتذكر حوالي يمكن 6 أو 7 من الوزراء اللي يعني أصبحوا في الوزارة السعودية كانوا متخرجين من نفس الجامعة، وكانوا بالفعل يعني تشوفهم هناك وتغيرت حياتهم ونظرتهم. أيضا في شباب عرب وشباب خليجيين، وكان بالفعل يعني أمريكا تسهر الواحد وتخليه يحس يعني، وأيضا تخليه يحس بالانتماء. يعني تصور أنه الوحيدين من الأجانب العرب اللي يروحوا برا، عرب وغير عرب يدرسوا في أمريكا، الوحيدين السعوديين اللي 95% منهم يرجعوا للسعودية، الثانيين لا، إيرانيين ولا هنود ولا جنسيات ثانية عربية، كثير منهم يبقون هناك في أمريكا. هذه وضيق الانتماء يعني، وأيضا توفر الفرص هنا، يعني مع أنه كان ممكن يحصلوا على فرص هناك. فيعني بعد ما تخرجت هناك عاد رجعت، أخذت البكالوريوس والماجستير في الهندسة، رجعت المملكة وبدأت حياتي، بدأت العمل. معالي الوزير عبد العزيز الزامل، بعد عودتكم من أمريكا بدأتم مرحلة العمل، لو تحدثني عن هذه المرحلة. طبعا أخ محمد أنت عارف أنه من ضمن شروط البعثة أنه توقع على تعهد مع وزارة المعارف مع الدولة، أنه في حال تخرجك أنه في حال رجوعك أنك الأولوية يكون للدولة، يعني بالنسبة للتوظيف ما يمكن تروح تتوظف في أي جهة ثانية، يعني لا أرامكو ولا قطاع الخاص ولا شيء، الأولوية للدولة إلا إذا الدولة يعني عطتك موافقة إخلاء طرف. طبعا لما رجعت من أمريكا فكنت أبحث عن الفرص، بما أن تخصصي هندسة صناعية كنت أبحث عن أشياء في مجال الصناعة. الشيء الوحيد اللي كان موجود وزارة التجارة والصناعة، وذاك الوقت لحسن الحظ كان حكومة المملكة اتفقت مع الأمم المتحدة، المنظمة المتحدة للتنمية الصناعية، أنشأت مؤسسة باسم مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، وهذه مؤسسة جديدة الحكومة السعودية توفر المقر والأمم المتحدة توفر الخبرة. وهذا المركز كان توه بادي سنة 66، أنا دخلت بعد ما أنشأ بسنتين وتوه بادي، فكان في فرصة أني ألتحق في المركز. المركز هذا كان هدفه توعية الصناعية وإنشاء الوعي الصناعي للناس والإشراف على المدن الصناعية. ما كان في وعي صناعي تقصد وقتها؟ ما كان طبعا ذاك الوقت في الستينات كان معظم الموجود أعمال تجارية، أنها في أعمال تجارية أو خدمية أو زراعية، فالصناعة كانت محدودة جدا. والحكومة أيام الملك فيصل الله يرحمه وأيام الملك خالد كان يريدوا ينموا الصناعة إلى درجة ما، فيعني هذه يبغى لها توعية صناعية وتوعية، يبغى لها رأس مال.
فأول خطوة لها أنك تنشئ مؤسسة تنشر الوعي هذا وتصل برجال الأعمال وتشجعهم على الدخول في مجالسنا. فالمركز كان هذا دوره والتحق في كثير من الشباب السعوديين حقيقة اللي كان لهم دور الحقيقة كبير في التنمية الصناعية وانتقلوا المؤسسات الصناعية. يعني أذكر منهم مثلا الأخ جميل جشي كان معانا وانتقل صار هو مدير عام الهيئة الملكية في الجبيل. في ناس تانيين راحوا جهات أخرى. أنا عملت في المركز كمهندس مدن صناعية وبعدين صرت مدير الإدارة، ومع الوقت ترقيت إلى أصبحت نائب مدير عام مركز الأبحاث في التنمية الصناعية، وذاك الوقت كان يعني منصب يعتبر متقدم. فاستمريت في المركز من عام 68 إلى عام 76 حوالي 8 سنوات. طبعا بعد ما التحقت في المركز أيضا بعد ما التحقت بسنة توفرت لي فرصة جيدة زمالة من المتحدة أني أدرس التنمية الصناعية في الدول الأخرى لمدة 6 شهور. فاتجهت للهند ولهولندا وبريطانيا وإيرلندا أدرس تجربتهم الصناعية والسياسات الصناعية اللي تبعتها. وهذه كانت الحقيقة جدا شو اسمه لها يعني دور. حتى أتذكر لما كنت في الهند وانتهينا من دورة بعد فترة 6 أسابيع كنا مجتمعين في نيو دلهي الحفل الختامي مع ممثلين من حوالي يمكن 30 دولة اللي دخلوا الدورة. كنت اخترت أنا كممثل ألقي كلمة عنهم. السفير السعودي الحقيقة أنس ياسين ذاك الوقت الله يرحمه يعني مرة كان فخور أنه الممثل السعودية هو اللي مثل كل الدول أمام وزير الصناعة الهندي وغيره. فكتب الحقيقة للشيخ عابد شيخ كان هو وزير التجارة يثني على وجودي وهذا. عرفت عنها بعد ما رجعت الحقيقة. فرجعت واستمريت في المركز، وطبعا في ذاك الوقت أيضا بديت أفكر في الناحية الاجتماعية وبديت أبحث عن شركة الحياة. وبالفعل الطريقة الوحيدة كان عن طريق الخوات، وكنت أنا شو اسمه كانوا الخوات بالمنطقة الشرقية وكانوا جيراننا من عائلة البسام وكان بيننا معرفة. فالله وفق وخطب من عائلة البسام والله وفقني الحمد لله. بعد ما رجعت من الدورة وتزوجت وانتقلت زوجتي معي للرياض هنا واستقرينا بالرياض. جميل الله يخليها لك إن شاء الله. أمين. أبو أسامة استمريت أنت في المركز مركز التنمية الصناعية وحصل بعد ذلك اللي هو عام 75 تغيير وزاري كبير. أيها. وكان من ضمنهم الدكتور غازي القصيبي صار وزير الصناعة والكهرباء اللي هو بمسماها الجديد. أيه. وبدأت علاقتك تتطور أكثر مع الدكتور غازي وصار العمل معه مباشرة. أيه نعم. حدثني عن هذا الأمر وإيش اللي صار في هالمرحلة. وما طبعا مثل ما حصل في 75 الملك خالد طبعا شكل وزارة الجديدة هي وهذه كانت تسمى أيضا وزارة الدكاترة لأنه كثير منهم كانوا جايين من الجامعة. وأيضا صار في إعادة هيكلة لبعض الوزارات. من بعض الهيكلة صار إنشاء وزارة صناعة وكهرباء. ففصلت الصناعة عن التجارة والدكتور غازي عين وزير صناعة وكهرباء. أنا كنت في مركز أبحاث ذاك الوقت، كنت أعرف غازي في الرياض كانوا في الجامعة وكنت أعرفه وكان اتصالات موجودة بيننا بحكم يعني كنا معرفتنا في أمريكا. طبعاً لما غازي إنشأ وزارة جديدة فبدأ أخذ وكالة الصناعة من وزارة التجارة أيضاً ضم له إدارة الكهرباء ومركز الأبحاث لأنه العلاقة بالصناعة أيضاً أصبح هو رئيس مجلس إدارة. فذاك الوقت طبعاً علاقتي زادت مع الدكتور غازي. طبعا غازي لما بدا ينظر لانشاء الوزاره يريد
إنشاء لها إدارات المتخصصة وغيره. فمنها يعني كان يعتمد على المركز وعلى الجهات الثانية، فأنشأ الوزارة. بعدين طبعا كان من أهم الأشياء موضوع الصناعات الأساسية. الصناعات الأساسية هذه اللي هي الحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والبتروكيماويات، هذه كانت في وزارة البترول تابعة للبترومين، يعني دراسات ما كان حاجة لشركة واحدة الأسمدة بالشرقية سافكو ذاك الوقت، لكن كان في دراسات. فكان الدكتور غازي يعتقد أنه هذه الصناعات مهمة جدا، وأنه يجب أن تكون من ضمن اختصاصات وزارة الصناعة. وزير البترول في ذاك الوقت الأخ زكي يماني لا كان مصر أنه هذه لا مفروض تكون تبع الوزارة، وزارة البترول خاصة البتروكيماويات والأسمدة. فكان في اختلاف وجهات النظر، شكلت لجنة وزارية، وفي النهاية اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء بتوا أنه هذه الصناعات يجب أن تكون تحت إشراف الوزارة، وزارة الصناعة. لما الدكتور غازي استلم هالقرار طبعا يعني ما عنده أي موارد بشرية، فاتجه لمركز الأبحاث على أساس أنه يساعده في استلام الدراسات أو أي دراسات عملت من قبل البترومين وغيره. والحقيقة كانوا عملوا يعني في البداية دراسات. في ذاك الوقت شكل فريق عمل للصناعات الأساسية وطلب مني أن أرأس هذا الفريق سنة 75. وأنا الفريق هذا تشكل من حوالي مني ومن حوالي 7 أفراد من المركز، وبدينا عاد اتصالات مع بترومين الحقيقة، وكان في تعاون جيد مع بترومين وزارة البترول أن نستلم أي دراسات وهذا ونبدأ نهيئ. وفي نفس الوقت كان الإعداد مستمر للعمل على نظام سابق اللي هو الشركة السعودية للصناعات الأساسية. دكتور غازي كان يشتغل على النظام هذا. كان في اتجاهين، هل تصير مؤسسة حكومية مثل بترومين أو لا. غازي كان متردد الحقيقة. الأخ محمد أبو الخيل وزير المالية في ذاك الوقت أشار عليه، وكان الحقيقة مشورة طيبة أنه بدل ما تسويها مؤسسة حكومية وبعدين تصير البيروقراطية تعقدها، خلها شركة حكومية، يعني شركة تملكها الحكومة، وهذا يعطيها مرونة أكثر. وبالفعل صار الاتجاه لإنشاء شركة حكومية اللي هي سابك، وانشأت سابك بمرسوم ملكي سنة 76، وكان الدكتور غازي رئيس مجلس إدارة، وأنا كنت نائب رئيس مجلس إدارة وأول رئيس تنفيذي لها. فانتقل العمل عاد للشركة، وبدأنا العمل في الشركة. كان ذاك الوقت يعني شركة تعتبر شركة كبيرة، رأس مالها في ذاك الوقت 10,000 مليون ريال، تعتبر تقريبا ثاني شركة بعد أرامكو. فبدينا العمل بإطلاع الدراسات وعرف الوضع أساس البدء في تنفيذ مشاريع الصناعات الأساسية. أنت معالي الوزير بدأت على العمل، يمكن حتى البحث عن المكاتب أنت كنت تبحث عن المكتب بنفسك، واخترت المكتب بنفسك، وكان لك فلسفة في هذا الأمر أن يكون مكتب صغير. الحقيقة أخي محمد النقطة الأساسية يعني ما قلت لك رأس المال كان كبير. وفي نفس الوقت ذاك الوقت كان في ضغط على المكاتب، إنه الرياض كانت فيها يعني كثير شركات تبغى تيجي، وطلب كبير ولا كان متوفر. ففي شارع المطار كان يعني الإيجارات مرة غالية، وأنا الحقيقة كنت أرغب إنه مع العاملين معي، وذاك الوقت أصبح عددنا حوالي 18، إنه أعطيهم فكرة إنه ترى هالرأس المال هذا ما عمل للمقرات والمكاتب، للرأس مال الشركات اللي حنعملها، فإحنا لازم نكون اقتصاديين. فالحقيقة دورنا على مقر، ولقينا مقر في شارع خلفي من شوارع الرياض، شمال مستشفى طلال ذاك الوقت، مستشفى الملك عبد العزيز الآن، وحصلنا بتكلفة متواضعة. وبالفعل يعني الشباب قلنا لهم إن شاء الله أول ما نبدأ ونحقق أرباح نعمل مقر يعجبكم إن شاء الله. وبالفعل تحقق هذا وسوينا مقر. أذكر ذاك الوقت وإحنا ندرس، وكان المملكة أعلنت أنها بتنشأ في البتروكيماويات، كان في هناك يعني هجوم كبير من الغرب، وكان في تشكيك كبير من الغرب، أوروبا وأمريكا، إنه كيف المملكة هذه تبي تسوي المشاريع هذه كلها ولا يمكن تسويها.
فزارنا أحد المراسلين لجريدة بريطانية وقال أنا رحت وزرت بعض الشباب المتحمسين في أحد المكاتب في شارع خلفي من شوارع الرياض، يفكرون أنه يعملوا المملكة في يوم من الأيام قوة صناعية في مجال البتروكيماويات. أنا والله أشك أنه طموحهم هذا بيتحقق، لأنه شاف المكتب الصغير، عندما شاف المكتب المتواضع وشافنا نشتغل وهذا، ولا فكر أنه ممكن نتحقق الأشياء هذه. بعد 7 سنين دعينا نفس هذا الشخص للمملكة وكانت مصانع قائمة وشافها وقال بالفعل يعني المملكة بدت، والآن بالفعل المملكة أصبحت يعني قوة لا يستهان بها في مجال البتروكيماويات، لأنها أصبحت ثالث دولة في العالم في مجال البتروكيماويات. وكان في تشكيك معالي الوزير أن السعوديين يقدروا يديروا مجال صناعي أو يشتغلوا في مجال صناعي، إلى درجة يمكن أنه أنتوا صرتوا تروحون إلى القرى تبحثون عن هذه. والله يا محمد أهم نقطة أنا في رأيي اللي ذكرتها، لأنه الحقيقة احنا طبعا اول حاجه عملناها اتجهنا اتجاه يعني عملي، انه احنا المشاريع هذه معقده وجديده فلازم نتجه المشاركه مع شركات عالميه، سواء كان في امريكا ولا اوروبا ولا اليابان ولا تايوان، وبالفعل يعني كان هذا اتجاهنا وهذا تحقق. يعني على اساس انه احنا نقدر نجيب الماده الخام ونجيب التمويل، جزء من التمويل اللي ورأس مالنا هم يجيبوا التمويل ويجيبوا التقنيه ويجيبوا الخبرة التسويقية وغيره. كانت الأساس أنه موضوع القوى العاملة ذاك الوقت ما كان فيه يعني قوى عاملة سعودية كافية، كان موجود في أرامكو وأرامكو تحتاجهم، فكان هذا التحدي. مع ذلك احنا كتبنا في الاتفاقيات معهم أنه ترى الاتجاه والتوجه أنه لازم يكون الأساس توظيف السعوديين ويكونوا، فالشركات يعني شككت أنه وين حنجيب السعوديين. عملنا الحقيقة يعني جهد كبير في اجتذاب السعوديين في البداية، مثل ما ذكرت كانت صعبة، اضطرينا نروح القرى نروح لهذا عشان نجذبهم انه يجوا عشان يتدربوا معانا. كانت في الجبيل يعني انه يروح اي انه عشان انه يروح يتدربوا اول، يتدربوا معانا في الرياض وفي الدمام وبعدين نبعثهم الخارج مع الشركات في المصانع وبعدين يجوا الجبيل. ومع الجهد هذا الحقيقة تمكننا في خلال 3 سنوات أنه نجتذب حوالي 3500 شاب، 600 مهندس من خريجي جامعة سعود والبترول وجامعة عبد العزيز وغيره، و2900 من خريج الثانوي. هذول على مدى 3 سنوات نعطيهم تدريب سنة في المملكة والباقي نرسلهم لأمريكا لأوروبا لليابان لتايوان، وهذول الحقيقة يعني كانوا نواة جدا مهمة. ولحسن الحظ 94% من هذول الشباب تدربوا ورجعوا واستقروا في الجبيل وينبع وشكلوا النواة اللي بعدين انطلقنا منها، وصارت الآن بالفعل يعني بالتدريج زادت الأعداد، بعضهم صار يتدرب هنا وبعضهم نرسل الخارج. صارت الأعداد الآن وصلنا إلى أنه 70% في البداية كان سعوديين، إلى أن وصلت الآن إلى 83% يديروا مصانع من أفضل مصانع معقدة بتقنيات عالية واستقروا هناك وصاروا هم اللي يديروها. كان هذا رد على المشككين يعني يشككون أنه السعودي لا يمكن يعمل في يعني قضت على التشكيك أنه السعودي يبغى مكتب ولا يبغى وزارة ولا شيء. السعودي إذا حصل له فرص زي راتب مناسب، سكن، فرص يعني تأمين على صحي ومحل تدريس لأولاده يشتغل وينتج، وهذه كانت الحقيقة لهم يعني حافز كبير. وكان أهم شيء يعني شفنا فائدتها، إذا تتذكر أخ محمد أيام حرب الخليج، حرب الخليج كثير من الأجانب حكوماتهم طلبت منهم ينسحبوا خايفين، لأنه الحرب كانت على يعني جبل الجبيل أيام حرب الكويت. اليابانيين راحوا جدة والأمريكان بعضهم استمر وبعضهم راح طول حرب الخليج. طول الفترة دي المصانع ما وقفت ولا يوم واحد، كلها داروها شباب سعودي وأنتجت واستمرت في الإنتاج. وهذه فائدة شو اسمه، هذه فائدة إنه السعودي هو اللي الناس موجودين إنه، وبالفعل يعني هذه أنا أعتبرها أكبر إنجاز إنه هالشباب السعودي، يعني أهم من إنجاز إنشاء المصانع إنه صارت هالشباب السعودي اللي وصل عددهم 60,000 وصاروا مو بس في سابق، صاروا انتقلوا من محلات ثانية وأضافوا قيمة في أي محل يروحوا له يعني، وصاروا يشتغلوا
وشافناهم احنا يعني اشتغلوا في محلات ثانيه. هذه كانت الحقيقه، والان مستمرين، وصارت الان جبيل مدينه كامله وينبع مدينه كامله، والان استمرت واثبتوا الشباب السعودي انهم بالفعل يعني يقدروا يديروا مصانع بتقنيات عاليه. معالي الوزير عبد العزيز الزامل، لحظة تعيينكم وزيرا لوزارة الصناعة والكهرباء خلفا للدكتور غازي القصيبي، كيف صارت او كيف صار التعيين والتحديات التي واجهتها في البداية؟ الحقيقة يعني بعد ما امضيت حوالي 8 سنوات كرئيس تنفيذي لسابق، وبدأت بعض المصانع في الانتاج، في ذاك الوقت الدكتور غازي ذكر في كتابه حياة في الإدارة أنه كان هو في رحلة مع الملك فهد الله يرحمه، جايين من أحد مؤتمرات القمة، وكان قدام الملك فهد معاملات كثيرة، وكان الملك فهد يشتكي من وضع الصحة، وزارة الصحة، وأنه كثير من المعاملات تجي عصر، وأنه كان يعني مهتم يعني أنه يشوف حلها وزارة الصحة كيف تتحرك. فيقول الدكتور قازي أنه عرض، قال طول عمر إذا في حاجة أقدر أساعد أنا مستعد. فعلى طول الملك فهد طلع ثاني يوم أمر بأن الدكتور غازي يصير وزير صناعة وكهرباء ويصير وزير صحة بالنيابة. فيقول عملت، لكن يعني الثقل اللي في الصحة والمسؤوليات وزارة الصحة كانت بشكل كبير، أنه كانت تأخذ 80% من وقتي يعني، وأنه ما كان عندي وقت يعني للصناعة والكهرباء. فيقول يعني بعد شغل سنة ونص رحت الملك فهد قلت له ترى يعني ما حقدر أقوم بالوزارتين مع بعض، فأنت إذا تريدني أستمر في الصحة يعني لازم تشوف أحد للصناعة. فقال على بركة الله رشح لي، فرشح لي ثلاثة، قال له، فرشح له الدكتور غازي ثلاثة، أنا كنت من ضمنهم. بعدها بأسبوع كلمني الديوان وقال إنه طويل العمر ترى بيصدر أمر بتعيينكم وزير للصناعة والكهرباء. وبالفعل بعدها بيومين أنا والدكتور غازي طرنا الجدة، ورحنا وقابلنا الملك فهد الله يرحمه في بيته، وأدينا القسم عنده في البيت، أنا كوزير صناعة وكهرباء والدكتور غازي كوزير صحة أصلي. واستمرت علاقتنا طبعا، هو كوزير صحة وأنا كوزير صناعة. حسب نظام سابق وزير الصناعة والكهرباء هو رئيس مجلس الإدارة السابق، فاستمريت طبعا علاقتي مع سابق ما دام كنت في الوزارة. الوزارة طبعا مثل ما معروف استمريت فيها 3 دورات، كل دورة 4 سنين، 12 سنة. فيعني كانت تحدي كبير وانتقال كبير، لأنه الكهرباء كان ذاك الوقت تحديات كبيرة، المملكة محتاجة لانتشار الكهرباء، والأوضاع المالية كانت صعبة، أيضا الصناعة كانت الظروف الاقتصادية، والبترول كان يعني بحوالي 9 دولار ذاك الوقت نزل يعني، فكانت الميزانية يعني محدودة، وكان يعني يدوب الميزانية تكفي الرواتب، فيعني ما كان في كثير مجال للمشاريع وغيره، والبلد بحاجة مشاريع. لكن كان في حلول وجدت. إيش أبرز يعني التحديات اللي واجهتها يعني في البداية؟ يعني الكهرباء كانت تحدي، والحقيقة الحل الوحيد اللي لقيناه في ذاك الوقت أنه يوضع رسم عشان توليد الكهرباء، وهذا الرسم ساعد أنه يعطينا مبالغ ننشأ محطات كهرباء. أيضا بالنسبة للتوصيل كان النظام يعني حاط رسوم توصيل مرة متدنية، فاستحدثنا رسوم توصيل تغطي التكاليف، هذه ساعدت شوي. طبعا بعض الحالات الحرجة زي في الجنوب في قرى مثلا السعودية كانت على الحدود اليمنية ما كان فيها كهرباء، ومع أنه القرى اليمنية كانت منورة بمساعدات من السعودية،
فالحقيقة لما بلغت الملك فهد في هذا الموضوع والدكتور غازي عارفه، الملك فهد على طول أمر بتخصيص مبلغ من الاحتياطي 150 مليون لإنارة القرآن. فيعني الأمور تدبرت مع أنها كانت صعبة، لكن كان انتشار الكهرباء مهم ذاك الوقت، وبالفعل وكان أيضا تنظيم الكهرباء اللي بدأ الدكتور غازي استمرينا فيه، وبالفعل بدأت الكهرباء، والكهرباء أصبحت أكثر خدمة الحقيقة منتشرة يعني في ذاك الوقت، والآن استمرت. والمملكة الآن على أخ محمد أنا أعتبرها من أفضل الدول في مجال الكهرباء، حتى لو كان في شوية انقطاعات هنا ولا ذاك، لكن النظام الكهربائي في المملكة من أقوى الأنظمة في الشرق الأوسط، إذا ما كان حتى من أحسن من بعض الدول الأوروبية. ليش؟ نظام قوي ونظام متصل. يعني الآن لو تطفى محطة هنا في الرياض رئيسية ما هنحس فيها، لأنه مشبوكة مع الشرقية. محطة القصيم الآن لو تطفى ما هنحس فيها، لأنه مربوطة مع الرياض. صار في ربط الآن، وصار في نظام كهربائي من أقوى الأنظمة. كانت تطفي أول محطات في قصة لك محطة الجوف، مرة طفت وطلعت. هذه محطة الجوف مثلا من الأمثلة، محطة منفصلة. ذاك الوقت كنت أنا في إجازة في أبها، فكلمني معالي المحافظ محمود طيبة، وكانت المؤسسة تشرف عليها، وقال لي ترى صار في انطفاء في الجوف، كان في مولدين اثنين وانطفى، والثاني شو اسمه ما قدر ياخذ الحمل، فصار في شو اسمه انطفاء كامل في الجوف. فاضطرنا انا والاخ محمود طيب الله يرحمه، ومحمود طيب يعتبر من افضل مهندسين الكهرباء، وانا دائما اسميه ابو الكهرباء المملكه، كان هو محافظ المسام الكهرباء. اضطرنا للجوف وجلسنا 3 ايام على اساس انه نشوف مع الشباب اللي هناك. طبعا اول حاجه بلغت الملك فهد على الموضوع، وكان متفهم وقال اي حاجه تحتاجونها مستعدين. وبالفعل يعني على اساس ان محطه الجوف منفصله ولا متصله، كان ايجاد القطع الغيار كان لازم تجينا من الشرقيه، يبي لها حوالي 22 ساعه عن طريق البر الى ان وصلت وغيره، فتمكنا من حلها. فيعني كان في كانت الظروف اصعب يعني في السابق، كان في صعبه، كان في ظروف صعبة أنه أساس الانفصال. لذلك كان تركيزنا على الربط، هذا الربط الكهربائي الحقيقة مرة مهم بين المناطق، يعني لأنه يساعد. والآن المملكة أنا أعتقد يمكن حوالي 90% الربط فيها جيد ومستمر. غير كذا عندك محطات على مستوى، يعني مش محطات كهرباء، أيضا عندك كهرباء من التحلية. فالمملكة الآن نظامها جيد، والآن الاتجاه للطاقة الشمسية أنا أعتقد حيكون اتجاه جدا مهم اللي جاي في الرؤية، هذا حيدعم الشبكة الكهربائية. فالكهرباء الحقيقة يعني أنا أعتبرها بالنسبة للمملكة تعتبر من أفضل الدول فيها في المجال الكهربائي، وخاصة مع الانتشار الكبير اللي تشوفه بالرياض اللي تشوفه في مدن. إيش الشيء مع الوزير اللي كنت تتمنى تحققه في الوزارة وما قدرت؟ طبعا بالنسبة للصناعة كان عندنا تركيز كبير على الصناعة، وكنا يعني اهتمامنا كثير بالقطاع الخاص وفي الحوافز، وكان بالفعل كان في نمو صناعي جيد. شيء وحيد اللي ما كان يعني يطبق بالكامل اللي الآن خادم الحرمين وسمو ولي العهد مركزين عليه، اللي هو المحتوى المحلي. من ذاك الوقت كان النظام يقول أنه يجب أن تعطي الأولوية للصناعة الوطنية، لكن ما كان يطبق من كل الوزارات إلا من بعض الوزارات. الآن صار يطبق بالفعل. ذاك الوقت كنا نحاول، لو كان طبق هذا النظام كان شفنا القطاع الصناعي ضعف ما هو اليوم، بس للأسف ما كانت الوزارات تطبق هذا النظام كفاية. مع ذلك يعني الصناعة بدأت من لا شيء إلى أن وصلت إلى أن أصبحت تشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. طبعا عشان تصبح دولة صناعية لازم يكون النسبة هذه حوالي 24 إلى 27%. أنا أعتقد إذا المملكة تتجه باتجاه اللي موجود في الرؤية اللي هو المحتوى المحلي والتركيز على المحتوى المحلي، حتوصل يعني في خلال 8 سنوات إلى أن تصبح من الدول الصناعية، أن هي حيكون فيها صناعات.
هذه يعني أعتقد مستمرة. أنا أعتقد أنه المملكة باتجاه تشجيع القطاع الخاص وغيره نجحت نجاح كبير في خلق اقتصاد متنوع، اقتصاد قوي، وأتوقع لها الآن مع الرؤية ومع المشاريع الجاية الجديدة أنه حنشوف اقتصاد يعني بالفعل مزدهر. جميل دكتور، كان الملك فهد دائما يناديك بالدكتور. اضطر احد الوزراء مره يقول هو مهندس مش دكتور. الملك فهد الله يرحمه في خلال جلسات مجلس الوزراء كان لما يوجه الكلام لي يقول يا دكتور عبد العزيز يا دكتور. في احد الزملاء هو كان دكتور فقال يا طويل العمر ترى الأخ عبد العزيز مهندس مو بدكتور. الملك فهد قال له بالنسبة لي هو دكتور. فلما خلصت الجلسة طالعين فتكلمت مع الزميل قلت له يا دكتور ترى شوف أنت الدكتورة حقتك أخذتها من مدير جامعة، أنا الدكتورة حصلتها من ملك، يعني دكتورة تفرق. الملك فهد الله يرحمه يعني كان بالفعل يعني ملك ذو رؤية تنموية يعني بشكل كبير، يعني كان له دور في تنويع الاقتصاد منذ كان ولي عهد. أنت ذكرت منذ كان ولي عهد طبعا كان له رؤية اقتصادية، كان له رؤية يعني صناعية وبالنسبة للتنمية، وكان يعني يعطي صلاحيات للوزراء أن يتحركوا في كل المجالات. يعني وايضا ساعدوا ذاك الوقت ايضا لما زاد الدخل انه بالفعل يعني المملكه انفتحت وبدات تتجه اتجاهات كبيره. جميل. وهذا ساعد كثير الحقيقه. جميل. دكتور بعد ما تركت الوزاره يمكن كنتوا جالسين انتم مجموعه من الوزراء فكانوا يتحدثون عن ابرز انجازاتك فسالوك وش ابرز انجاز العبد العزيز الزامل؟ أنا تركنا الوزارة بعد تغيير وزاري سنة 95. إيه؟ طبعاً اللي ترك مجموعة من الزملاء مجموعة كبيرة، فكنا نجتمع يعني ما بين فترات وفترات نجتمع على عشاء ولا نجتمع في فكان الحقيقة بعد أحد الأخوان سألني مرة يا عبد العزيز هل تعرف أكبر إنجازاتك أنت لما كنت في الوزارة؟ قلت له لا والله كنت أتوقع أنه يقصد أنه سابك واللي حصل إنشاء سابك ونجاح سابك أو انتشار الكهرباء في الجنوب أو انتشار المملكة. فقلت له هذه، قال لا لا. قلت له وش؟ قال بوفيه. قلت وش البوفيه؟ قال بوفيه اللي جبتنا إياه. قعدت أضحك أنا. هذا البوفيه يا أخي محمد احنا كنا نجتمع في اللجنة العامة، اللجنة العامة في مجلس الوزراء هي اللجنة التحضيرية اللي تحضر المعاملات للمجلس، وكنا نجتمع يوم الاثنين الجلسة بعد الصلاة، واحنا جلستنا نبدأ الساعة 9 الصباح برئاسة الدكتور عبد العزيز خويطر الله يرحمه، واللجنة العامة في حوالي 12 وزير، فكنا نجتمع ونحضر للمجلس. طبعا لما نروح للمجلس نقعد نجتمع من 9 الى الصلاه، نصلي الظهر ونروح للصالون ننتظر الملك يجي عشان نبدا الجلسه. بعض الاوقات الملك يكون عنده ضيوف ولا ارتباطات تتاخر الجلسه مره مرتين يعني، فاحنا فاطرين بدري. فقلت للاخ عبد العزيز سالم ابو عصام امين عام مجلس الوزراء، قلت ابو عصام شوف لنا سندويشات ولا شيء. قال والله أنا ما عندي ميزانية ولا بند. قلت له طيب كيف؟ قال شوف الأخ محمد آل الشيخ، محمد آل الشيخ كان رئيس المراسم. فذاك اليوم جاء قلت له ماجد ترى احنا كذا وكذا وكذا جالسين يعني إذا تشوفنا سندويشات. قال والله ما أقدر ما عندي بند. قلت له من يقدر كلها سندويشات؟ قلت له من يقدر؟ قال لي ما في إلا فوق. قلت له فوق ملك صعب أروح. بعدها باسبوع ولا انتظرنا، وذاك الوقت ذاك اليوم تاخر الملك عنده اجتماع، فجاء مر علينا في الصالون يتعذر. فانا الحقيقه يمكن من جوع ولا في خاطرك الموضوع قلت له طول العمر الله يا ريتك بس تامر ابو ماجد يجيب لنا سندويشات. قال افا ما جاب لكم؟ ماجد جاب لهم. من ذاك اليوم
الأسبوع اللي بعده ولا المراسم تسوي بوفيه وتحط البوفيه هذا وصار البوفيه هذا يعني يأكلوا منه الوزراء وحتى بعض الأخوان والموظفين اللي هذا ومستمر البوفيه هذا وإلى الآن الظاهر مستمر. جميل. أبو أسامة بعد الوزارة توجهت للعمل الخاص في عمل المجموعة العائلة. بعد الوزارة في 95 مثل ما قلت لك أنا تركت الوزارة وأنا ترى شاب صغير يعني فأخذت لي إجازة 6 شهور وبعدين التحقت بالمجموعة مجموعة الزامل مع العائلة وكنت أشرف على القطاع الصناعي وانظر لمشاريع جديدة فيعني نصحت العائلة أنه تتجه إنشاء مشاريع جديدة فأنشأنا بالفعل بعض المشاريع الجديدة أهم شركتين أنشئت من قبل مجموعة شركات في مجال البترول الكيماويات اللي هي سبكم والصحراء وهذه الشركات أصبحت الآن من أنجح شركات ولله الحمد وأصبحت تضيف للسوسبو والآن يعني اتجاههم اتجاه إيجابي نحو الاندماج وتكوين شركة أكبر لكن أذكر الحقيقة في خلال تلك الفترة وهذه فترة لما كنا بننشئ الصحراء كان رأس مال الصحراء ذاك الوقت حوالي 2500 مليون من 17 سنة الكلام هذا كان الأمير سلمان الله يحفظه أمير رياض وكان ذاك الوقت المملكة تواجه أشرس هجوم إرهابي عليها كانت الهجمات الإرهابية في وسط الرياض في السويدي في المجمعات فكان النصيحة اللي كانت يعطوني إياها المستشارين الماليين إنه هذا ما هو الوقت المناسب إنه تطرحوا شركة زي الصحراء ب 2500 مليون ما حد حيغطيها ولا شو اسمه ذاك الوقت كان مجموعة الزامل مساهمة فيها 250 مليون فإحنا قررنا إنه نستمر الملك سلمان الله يحفظه كان حاضر عزا الأخ محمد أبو الخيل في وفاة أخوه من حوالي 17 سنة وذكر قال شوفوا يوريكم انتماء المواطن السعودي واهتمامه أنه في هذا الوقت اللي كان الإرهاب على أشده مجموعة الزامل قررت أنه تستمر في الطرح هذا ب 2500 مليون مع أنه النصيحة أنه لا يستمر في الوقت وبالفعل اللي حصل أنه تغطت الشركة هذه حوالي 20 مرة حوالي 40 يعني كنا نبغى 2500 لتجمع حوالي يكون 20 مليار فكان هذه يعكس يوري شيء أنه المواطن السعودي بالفعل يعني يعني يثق في وطنه في استمرارية وطنه وهذا الحقيقة يعني صار تكرر في عدة حالات الحمد لله يعني أنشأت هذه الشركات أنا استمريت في العمل كإشراف عليها كرئيس مجلس إدارة في عام 2008-2009 أنشأ مصرف الإنما هاي طبعا مجموعة الزامل ما لها دخل فيه بس طلب مني وزير المالية أن يمثل الدولة كرئيس مجلس إدارة هذا المصرف قال لي وزير المالية هذا المصرف جاي بناء على اقتراحك للملك عبد الله فيعني أنت اللي لازم تصير هذا كان المملكة كانت تحتاج البنوك وكانت تواجه شوي إحراج لأنه كل واحد كان يبغى يسوي بنك عشان يصير مؤسس وأنا عارف أنه في حاجة البلد فاقترحت على الملك عبد الله أنه يأسس البنك هذا برأس مال جيد وأنه يكون وأنه ما يكون في مؤسسين من القطاع الخاص ما يدخل إلا صندوق استثمارات تقاعد والتأمينات هذه الفكرة ريحت الملك عبد الله وريحته من الإحراج وبالفعل أقر البنك هذا والآن بنك الإنما طبعا أنا أمثل الدولة فيه يعني كرئيس مجلس إدارة ويعتبر الحقيقة من البنوك اللي الآن مستمرة ومنتشرة وساعدت الحقيقة في التنمية فالحقيقة هذه الثلاث شركات تأخذ جزء من وقتي ومستمر فيها إلى حد. جميل. أبو أسامة السؤال الأخير نصيحتك لرواد الأعمال بدقيقة وقتنا ضيق. والله يا محمد أنا أعتقد أنه يعني للشباب. المملكة وجود الشباب الآن الشباب الحقيقة مع وجود التقنية وجود التطور اللي حاصل وهم يعني معرفتهم
أصبحوا بالفعل يعني مصدر ثروة أفكارهم وغيرها. وما في أي مشاريع تنجح من غير فشل، فالحقيقة المفروض ما يترددوا أنه يحاولوا ويحاولوا. الدولة الآن فتحت مجالات وفتحت صناديق وفي فرص، وحتى بعض رجال أعمال مستعدين يشاركون. فأنا أعتقد أنه المجالات مفتوحة والفرص مفتوحة، كل ما عليهم أنه بس يبادروا وحيلاقوا خير، حيلاقوا فيها توجه. أنا متأكد أنه مع وجود هالشباب وهالعقلية وهالتعلم أنه المملكة متجهة لمستقبل يعني زاهر. وحتى إحنا ترى الكبار إحنا كمان لسه إحنا بالعكس نستفيد منكم، أنتم الخير والبركة، أنتم يعني قدمتم ويعني أثريت، وتجربتك وتجربة كثيرين يعني من سواء اللي عملوا في القطاع الحكومي أو وأنا في التجارة. بس حبيت أذكر حاجة واحدة الحقيقة، حتى لو أعتبرها دعاية، لكن بعد ما تركت الوزارة كثير من الإخوان قالوا يقول لازم تسجل ذكرياتك، تسجل تجاربك للشسبة. وبالفعل ركزتها على أساس الكتاب اللي يعني طلع بعد فترة 3 سنوات، اللي هو بناء صناعة الكيماويات. كنت أريد كمثال أوري أنه الشاب السعودي يقدر يدخل في صناعات متطورة وينتج حاجة، وأوري التجارب فيها، وهذا أكثر موجه للشباب السعوديين. كنت أريدهم يشوفوا التجارب هذه ويستفيدوا منها. وبالفعل الآن يعني أقضي بعض الوقت أنا في الجامعات للشباب والشابات في الجامعات، أعطيهم عن التجربة هذه وأوريهم أنه ترى ممكن هم يكرروا التجربة وبأحجام أكبر إن شاء الله. تجربة ثرية وبالتأكيد يستفاد منها معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل، وزير الصناعة والكهرباء سابقا. شكرا جزيلا لك. شكرا أخي محمد، وهذه فرصة طيبة، والله يعطيك العافية إن شاء الله. شكرا.